هل فعلا كان في الموسم اللي فات مفاوضات مع فيسبريم عشان تروح مزاملة يحيى خالد هناك، ولا الكلام ده أصلا يعني كان مجرد اهتمام؟ وهل فعلا في عروض من ألمانيا الموسم ده ولا برضو؟ لا بص، كان جاي لي 2019 فيسبن فعلا، وطبعت عرض رسمي للنادي، كان عايزيني في نص الموسم، بس النادي الاهلي ساعتها قال ان مش هينفع ان احنا نسيب، يعني مش هينفع يسيبوني في نص الموسم، وانا احترمت القرار دوت وقعدت. والنادي الاهلي نادي كبير وشرف لاي حد انه يلعب في النادي الاهلي. السنه دي برضو كان بدات المفاوضات من شهر واحد مع نادي نرسنجن في المانيا، النادي اللي بيدربه باروندو، كان محتاجني يعني ابقى معاه في المانيا. العرض كان جاي 3 سنين، بعدين حصل زي خلافات كده خلوها سنه، بعدين حصلت خلافات تاني، فانا مش عارف هو يعني وصلوا لفين المفاوضات. اكيد طبعا اي لاعب يتمنى ان هو، خلافات ما في ألمانيا ولا ما بين لا النادي لا الألماني والأهلي؟ مش خلافات يعني أو يعني قصدي مفاوضات ما بين مفاوضات بين النادي الالماني والنادي الاهلي. انا مش عارف صراحه هي وقفت لغايه فين. انا فعلا يعني انا خرجت نفسي من الموضوع اللي هيتفقوا عليه في الآخر. بالظبط، لان هو المفاوضات شغاله من شهر واحد اللي فات، بقى 6 شهور، فانا مش عارف هو هتوصل لغايه فين، وما اعرفش النادي الاهلي هيوافق ولا لا، مش عارف صراحه. ايا كان، انا لعيب محترف وماضي عقد مع النادي الاهلي، سواء سافرت انا مش هطلع غير موافق النادي الاهلي، ما سافرتش انا قاعد في النادي الاهلي نادي كبير وبنافس على كل البطولات. فانا سايب الموضوع لاداره النادي الاهلي، واللي هو شايفه في مصلحه الاهلي او في مصلحتي هيعمله. بس بمناسبة النادي الأهلي والموسم الجديد، يمكن عندكم بداية قوية أوي، بطولة أفريقيا وبطولة كأس العالم للأندية. تقريبا ما حدش لعب كأس العالم للأندية في الفريق دلوقتي غيرك أنت وإسلام حسن تقريبا. إيه الرسالة اللي بتوصلوها بقى للعناصر الشابة اللي موجودة، خصوصا إن النسخة دي قوية جدا، فيها 4 أندية أقوى من نسخة أوروبا تقريبا، حظنا يعني؟ وهل في كلام ابتدى يحصل بينكم ولا لسه مستنيين اما البطوله تقرب؟ بص، أنا شخصيا لسه ما رحتش النادي لغاية دلوقتي، بس أكيد اللعيبة بتتكلم طبعا. احنا النادي الأهلي في الفريق فيه عناصر كتير جدا شباب، الموضوع ده من سنتين فاتوا، جبنا لعيبة كتير جدا مواليد 98، ودخل معانا لعيبة 2000، مواليد 2000 ومواليد 98. أكيد بطولة زي دي هتفرق معاهم يعني. ممكن برضو النادي الأهلي طبعا نادي كبير، بس يعني 4 فرق من أوروبا، الموضوع أول مرة تقريبا، أول نسخة يبقى فيها أول أربع نسخة فرق من أوروبا، فالموضوع صعب جدا إنك تخش مربع ذهبي. بس يعني إحنا نحاول ننقل الطموح بتاع منتخب مصر في النادي الأهلي، إن إحنا زينا زي الناس دي، مفيش أي مشكلة. أنا شايف إن هي هيبقى فرصة كويسة جدا للاحتكاك، في زي ما قلت لك لعيبة صغيرة، حتى في الأهلي في لعيبة صغيرة جدا في موجودة في المنتخب ما خدوش فرصة، ففرصة ليهم إن هم يثبتوا نفسهم قدام الفرق الأوروبية، ان هم يزودوا فرصهم ان هم يبقوا في منتخب مصر الاول. فلا، هي استفاده من كل الجوانب، وان شاء الله يعني هنحاول. الموضوع صعب طبعا جدا جدا يعني، بس هنحاول ونشوف هنعمل ايه.